of the communion and partaken of his divine and immortal mysteries. آمين. الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ودمك الكريم اللذان لمسيحه ضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا يا رب وارحم. سلام لجميعكم ولروحك أيضا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم، علمنا الناموس والمصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس، وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، إذ قال إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. Fasting and prayer are those which raised Elijah to heaven and saved Daniel from the lion's den. Fasting and prayer are those which Moses pursued until he received the law and commandment written with the finger of God. Fasting and prayer are those which the Ninevites pursued so that God had mercy on them and forgave them their sins and lifted his wrath away from them. Kyrie eleison, Lord, have mercy. الصوم والصلاه اللذان عمل بهما الانبياء وتنبأوا من اجل مجيء المسيح قبل مجيئه باجيال كثيره. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. يا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. Fasting and prayer are those which the martyr pursued until they shed their blood for the name of Christ who confessed the good confession before Pontius Pilate. Fasting and prayer are those which the righteous and the just and the cross bearer pursued. They dwelt in the mountain deserts and hold of the earth because of their great love for Christ the King. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord have mercy. ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء محبة كاملة رجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاياتنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد بالمسيح يسوع ربنا. نعم نسألك رب لا تدخل أحدنا في جهنم هذه التي لا نستطيع أن نحتملها من أجل ضعفنا بل أعطنا أن نحن متجوب أيضا لجنة التي لم يسوينا من الشرير وأعلم ربنا يا الله الذي أحبنا هكذا ونعم علينا برتبة البنوة لكي ندعى أبناء الله ونحن وارثين لك يا الله وارشدنا أمامك يا رب خاضعين وساجدين. هذا الذي نريد أن نتناوله فليهرب عنا الزنا وكل فكر نجس من أجل الله فليهرب عنا الافتخار والشر والذي هو العظمة من أجل الذي اتضع وحده من أجل إيريني باسي كتب نبماتيسو بجسد عنا وأقام غلبة الصليب فليهرب عنا المجد الباطل من أجل الذي لطم وجلد من أجلنا ولم يرد وجهه عن خزي البصار فليهرب عنا الحسد والقتل والانقسام والبغضة من أجل حمل الله حامل خطية العالم فليهرب عنا الغضب وتذكار الشر من أجل الذي سمر سك خطايانا في الصليب الشياطين وإبليس فليهربوا من أجل الذي شتت رؤساء الشر وهتك سلاطين الظلم كل فكر رديء أرضي فليبعد عنا من أجل الذي صعد إلى السماء لكي نتناول بطهارة من هذه الأسرار النقية ونتطهر كلنا كاملين في أنفسنا وجسدنا وروحنا إذ نصير شركاء في الجسد وشركاء في الشكل وشركاء في خلافة مسيحك هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان دهر ودهور أمين. أيها السيد رب إله ضاب الكل شايف أنفسنا وجسدنا أنت الذي قلت أبينا بطرس فما ابنك وحد ربنا إلهنا مخلص أنت بطرس
وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. أبواب الجحيم لن تقوى عليها. أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، ما ربطت على الأرض يكون مربوطا في السماء، محللت على الأرض يكون محللا في السماء، فيكون سيدي عبيدك. أباء إخوتي وحقارتي محل من فمي بروحك القدوس. أيها الصالح محب البشر، اللهم يا حامل خطية العالم، ابدأ بقبول توبة عبيدك معرفة مغفرة خطية. أنت إله رؤوف ورحيم، أنت طويل الأناة وكثير الرحمة. إن كنا أخطأنا لي بالقول بالفعل فسامح، اغفر لينا كصالح وكمحب للبشر. اللهم حاللنا وحالل كل شعبك من كل خطيئة، من كل لعنة، من كل جحود، من كل يمين كاذب، من كل ملاقاة الهراطقة الوثنيين. أنم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم، امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسماءنا مع كل صدق قديسك ملكوت سيد بالمسيح يسوع ربنا. اذكر ضعفي أنا المسكين الخاطئ، وحيث كسر الإسم فلتكسر لك من أجل خطاياي خاصة، ونجسات قلبي لا تمنع، لا تحرم شعبك من نعمة روحك القدس، لكن سامحنا وحاللنا وحالل كل شعب كل. اذكر يا رب كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم، الذين قدمت أسماءهم على مذبحك المقدس، اذكرهم في مرحمة كل مرضى، اشفيهم عبدك أشرف عونك. تعمل عملية يا رب، كل المرضى يا رب الذين ذكرت أسماءه والذين لم يذكر، كل واحد يا رب أنت هو الطبيب الشفاء. الحزان يا رب عزيهم، الراقدين يا رب نيحهم، المتضايقين يا رب فك ضيقتهم، الذين بلا عمل دبر أمورهم يا رب وارزقهم بعمل يا رب من عندك. أنت أبونا اللي نلجأ إليه. الشبان والشبات دبر يا رب، ارتباط مشروع الكنيسة، الخدمة في الكنيسة، خدمة يوم الحد، خدمة يوم الجمعة، من فضلك يا رب. اذكر سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة، اذكر رئيس كهنتنا البابا الأنبا شنودة، اديله الصحة والقوة والشفية. أنت قادر على كل شيء ولا يعصر عليك. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، استحقان وما روحك ننصت بخوف الله. مين يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. القدسات للقديسين. مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس امين. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس امين. سلام للكل ولروحك ايضا. جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين. اجيون تيميون سوما كيما ليسينوني سوغرستوتون يوتوسيويمون امين. امين. زبادي of Emmanuel, our God. This is true Amen, amen. I believe and confess to the last breath that this is the life-giving flesh that your only begotten Son, our Lord, God and Savior, Jesus Christ, took from our Lady, the Lady of us all, the Holy Theotokos, Saint Mary, made it one with His divinity without mingling, without confusion, and without alteration. واعترف الاعتراف الحسن امام بلاط سلمتي وسلم عنا على خشب الصليب المقدس بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقه، ومن ان لاهوته لم يفارق ناسوته
لحظة واحدة ولا طرفة عين يوت عنا خلاصا وغفران الخطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو حقيقة. آمين 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 آمين. I believe I believe I believe that this is so and true. Amen. Pray for us and for all the Christians who say to us concerning them, remember us in the house of the Lord. The peace, a love of Jesus Christ be with you. Amen. Sing alleluia. Pray for the worthy communion of the immaculate, heavenly, and holy mysteries. Lord, have mercy. Doxasi kiriye doxasi. Alleluia, 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 alleluia. Isos be Christos er nestevin eri. Is moev not ichni is oev tirun tava alleluia. Isos be Christos er nestevin eri egon. Enemen eon. Is moer of him be tagoro in tetev gum alleluia. Isos be Christos er nestevin eri. Onime me enegor. Is moer of eri gentev met guri alleluia. Isos be Christos er nestevi. Eunime. Is moer of kata iba ashai. Intetev met nishti alleluia. Isos be Christos er nestevi. Eri egon. Ene ben eunime. Is moer of hen o is me in salpin hos alleluia. Isos be Christos er nestevin eri egon. Is moer kaiti bism rab. Is moer of hen o psaltirion. Nim uki sara alleluia. Isos be Christos er nestevin eri egon. Ene men ehu. Is moer of hen ankim kim nim han choros alleluia. Isos be Christos er nestevin eri egon ene men ehu. Is moer of hin hankab nim organon alleluia. Isos be Christos er nestevin eri egon. Is moer of hin ankim valon inisito ismi alleluia. Isos be Christos er nestevin eri
يكون إنا إزمو وروخين عنكيم فالون إنتي قوي إشليلوي أليلويا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبح الله في جميع قديسي الليلويا الليلويا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين يوما سبحه في جلاء قوته الليلويا الليلويا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحه على مقدرته الليلويا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوك كثرة عظمته الليلويا الليلويا يا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوه بصوت البكاء الليل يا الليل يا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوه بصوت البكاء الليلويا الليلويا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوا بمزمار وقصار الليلويا الليلويا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوه بضفوف وصفوا الليلويا الليلويا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوه بأوتار وأرغم الليلويا الليلويا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوا باسمك حسنة الصوت الليلويا الليلويا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوه بصوتك التهليل الليلويا الليلويا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة
كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا. هللويا هللويا إيسوس بخريستوس أرنستبي أريه كون إنه منه ونمه منه إنغور زوك سبا تري كأيو كأجيو ابن وماتي أليلويا إيسوس بخريستو سرنة في ناريه من إهو نمه إنغور كنين كأي كأستو سيئون أستونيون أمين ليلويا إيسوس بخريستو سرنست في ناريه قون إنه منه أو نمه ليلويا ليلويا بي او او فا بنوتي بي الليلو يا إيسوس بخريستوس بشيري ام ابنوتي صوتم اب طوبى للرحمة على المساكين فن الرحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم فيا مدين ويحل برح الصافيهم صوم للنفس سبت طوبى لمن صام عن الزل دك يخلص من كل الضربات ويرث ملكوت السماوات طوب البر والملكوت ولو تفكروا في الكسوة والقوت زماجي ومسبوت والله دو كل الخيرات اذكروا بالرحمة لكل أحد ولا تنظروا فيما بعد فإنه قيل ولا تموا بالغد فالرزق مضمون فيما هو تأملوا في رخ الغربة التي لا قوت لها ولا أوطان فالأب يقودها غيرها من الحيوان فأنتم أولى يا للحسنات كدوا وقفوا بلجاجة في طلب الرحمة بسذاجة وليمضي صديق وقت الحاجة وليقترض منه سالة خبزات حبوا أعداءكم بمودتكم واحسنوا إلى من يبغضكم صلوا لأجل من يبالي الرحمة على المساكين فإن الرحمة حل والمسيح يرحمهم في يوم الدين حبوا أعداءكم بمودتكم واحسنوا إلى ما أن يبغضكم وصلوا لأجل من يطردكم واغفر لأخيك سبع مرات خافي الموقف يوم الزحمة واعطي صدقة تزداد
نعم فعل الرحمة تحل الرحمة طوبى لأهل البر والحسنة داوم فإني آخر ساعة يفرح فيها أهل الطاعة وأما المرتاحل بغير بضاعة فهو خائف دائم الحسرة طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم ذلك اليوم في أعظم معونة لأن الرحمة تخفف الدينونة وهي تساعد أهل المسكونة وترفعهم إلى أعلى الدرجات ربي الأطلب تجد سالوا من فضله إطاعته اقرأوا يفتح لكم فاجتهدوا قبلوا بالرحمة سيئات زيدوا الرحمة بالاستغفار صلوا بخشوع ليلا مع نهار واقرأوا صدركم مثل العشر وقفوا بخضوع في القداس الطوبة للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل براحة قدسوا فيه سبحوا الرب وزيدوا علوا إلى الأبد ومجدوا ارفعوا أيديكم في الصلاة ونادوا أبانا الذي في السماوات شمروا عن سعيد الجد في الدعاء أنتم ومن في السماوات معا لتفرح به كل الودع مبشر بالأبدية صوموا صوما روحانيا من كل الأناس نقيا ولا تقتربوا أمرا رضيا ولا تهتموا بالأرضية طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل روح قدس عليهم ضعف الناس يزيد قواها ومن أهلك نفسه أحياها ومن أحياها ففي الهلاك رماها وإن هي ماتت تثمر ثمرات طلبوه بأن يسمعكم يا مبارك أبي تعالى بأجمعكم لترسوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء مخلوقات ظلمت نفسك وضيعت المدخرات التي أفسدها السد والأفة فاكنس لك كنزا في السماوات وسارع إلى فعل الخير الطوبة من جهة تناولنا من أسرارك المحيية غير المائتة لأن ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس أعلنت للأطفال الصغار الذين في كنيستك المقدسة نعم أيها الرب إن هذه هي المسار التي كانت أمامك لأنك رحيم ونرسل لك إلى فوق المجد والكرامة أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل من دهر الدور أمين. عبيدك يا رب الذين يخدمونك ويطلبون اسمك القدوس ويخضعون لك حل فيهم يا رب سر بينهم ساعدهم في كل عمل صالح انهد قلبهم من كل فكر رديء أرضي امنحهم أن يحيوا وفكروا مال الأحياء ويفهموا الذي لك بابنك وحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح
هذا الذي نحن وكل شعبك نصرخ قائلين ارحمنا يا الله ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا. يا ملاك هذه الصعيد الصاعد والطائر العلو بهذه التسبحة اذكرنا قدام الرب ليغفر لينا خطايا من بخبة البحر. سوماتوس كيماتوس مونو جنيثيو ميتالا بنتي سفتو وفخاريستي سو من زوك سابتري كي يوكي أغيوب نيف ماتي. سوماتوس كيماتوس مونو جنيثيو ميتالا بنتي سفتو وفخاريستي سو من كنيكاي كيستوسي أوناستون مين فاي بيبا سومان بس نوفن تيبي منوغسين نوتي ناي ايتين تشيفور خيتو مارن شيب موتن توت مارن هوس نمبي انجيلوس نمني طامن تيبي تشيسي نيم بخورسن تينيز مينو شيفور انغو ايموت جبي طور نستبي نري يكوني نمين اوني من اوكور شوبي روك انتي نستي يكوني فولين انو مية هيتن ستوف نمني سبرز في انتي ناشوي سيني بماريا سوتي مونو وناي ناين كريالا سون كريالا يسون كريا فنوكي سون امين اسمو ويرو اسمو ويرو سيماتان يكوني ايفول قمبي ازمو أمين سشوبي أمين استجبنا إذن ذوقا بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وكان الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. إن شاء الله ابتداء من الأسبوع اللي جاي القداس هيكون يبتدي الساعة 9:30 صباحا علشان ندي فرصة للصيام انقطاعي أكتر وأيضا هيكون في قداس تاني من الساعة 4-6 مساء واللي يتناولوا في القداس التاني يكونوا صايمين من اليوم اللي قبله من 12 بالليل إلا مع اتفاق مع أب اعترافهم. القاعدة إن هم يكونوا صايمين ما تمشيش قاعدة 9 ساعات في الصيامات الانقطاعية بتاعة الصوم الكبير دي بتاعة الأعياد بس يتفقوا مع أب اعترافهم إذا كان عندهم أي اكسبشن. فبابتداء من يوم الاربعاء الجاي القداس بتاعنا هيبتدي 9:30 ويخلص بردك على 12:30 واحدة الا كده. كل سنة وانتم طيبين بالصوم الكبير ومن بردك من الاسبوع اللي جاي هيبقى فيه يوم الاربعاء وجمعة قداسين من الاسبوع اللي جاي. الاسبوع ده هو هيكون قداس واحد بس فاضل الجمعة لكن الاسبوع اللي جاي يوم الاسرة هيكون يوم 17 مارس وهيشرفنا فيه الأنبا نيفت الحبر الجليل الأنبا ديفيد أبونا موسيس أبونا يعقوب أبونا أنتوريس مكاريوس وأيضا هيجي لنا الدكتور عصمت مسيحة متخصص في علم النفس وخادم أيضا ويكون الكلام كله عن الأسرة ويمكن السنة دي يمكن 15 أو أكتر إن احنا بنعمل هذا اليوم أقرب فرصة لذكرى نياحة أبونا بيشوي كامل اللي هي في 21 مارس اللي هو أسس كنيسة هنا واشترى هذا المبنى في سنة 74 وخدم هنا في الكنيسة. فهيكون يوم 17 مارس على أساس أنه هو ده أقرب يوم سبت قريب لنياحة أبونا بيشوي كامل. محبة الله الآب الضابط الكل ونعمة الابن الحبيب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة موهبة عطية بركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم فامضوا بسلام. سلام الرب فليكن مع جميعكم.